لكل مواطن في قطاع غزة قصته الخاصة، ولكل طفل نجا أو سينجو من هذه الحرب ذكريات ستبقى حبيسة أيام ثقيلة مليئة بالخوف والضرر النفسي والمادي. عاصف طفل كان حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية اختارته هدفاً لها. عاصف طبعاً يتيم الأب، فمشارك في نادي رياضي، طموحه أن يكون رجل رياضي في المستقبل. قلت يلعب على باب شوية بس، فخلال ما لحقش يلعب إله مالوش 10 دقائق إلا صوت صاروخ أجعل المنطقة، فالدار كلها وقعت. طلعت أدور على عاصف فما لقيناهوش إلا تحت الردم. حاولنا نطلع عاصف ما لقيناش رجليه بالمرة، ما لقيناه، فكانها صدمة إن يعني مش طبيعية. وحاليا احتمال يطلعوه من المستشفى، فالبيت مهدوم، طب مش عارف وين أوديه. كنت ألعب كرة في الشارع، يعني ماليش 10 دقائق لعبت لهي طاحت الكرة في أرض مشورة. رحت أستأذن الزلمة صاحب الأرض عشان أخذ الكرة من أرضه وراح أروح على الدار، عشان طاحت خلص بس أخذها وراح أروح. لهو جاء صاروخ ونزل الدار كلها ومش عارف، وكمان بعديها في ساعة الحدث انقطعت رجلي وهنصر في كسر بلاتين. أول إش كنت ألعب دفاع، بعديها صرت ألعب حراسة، وعندي القفز جات الحراسة في الدار اللي انقصفت، وفي بوت رياضة، وعندي الزي رياضي والجانبين، وكنت أشجع ريال مدريد. عاصف ذو 11 عاماً، وبعد أيام فقط من إصابته لا يقبل بالمساعدة بعدما فقد أحد أطرافه، ليس لشيء سوى أنه أيقن مبكراً بأنه يجب أن يعتمد على نفسه في هذه الحياة التي يصر أن يجد فيها متسعاً للحصول على جرعة سعادة من خلال مشاهدة الفرق واللاعبين الأقرب إلى قلبه الصغير. معاناة بدأت مع إعلان بدء مرحلة العلاج الطويلة لعاصف الذي فقد والده حين كان عمره 15 يوماً فقط، فأصبحت المسؤولية مضاعفة بالنسبة للأم. عاصف أبو مهدي كطفل من أطفال غزة أمنيته أن يعيش في غزة بأمان، لكن لم يجد الأمان، وأتمنى من وجوه الخير مساعدة عاصف أبو مهدي بصفته يتيم وجريح وقد قطعت رجلي ولم يكتمل حلمه. أتمنى من وجوه الخير مساعدته وتكفله بتركيب رجل الصناعية ومساعدته بما يحتاجه هذا الطفل. بخطوة على قدم واحدة قرر عاصف أن يكمل مشوار 1000 ميل، متسلحاً بتلك العزيمة التي تكفي لبث الأمل في قلب وجسد طفل يعلم بأنه سيصل إلى أحلامه عاجلاً أم آجلاً. أنا عاصف، عمري 11 سنة، من غزة، فقدت قدمي في الحرب، وحلمي أني أصير لاعب كرة قدم، وحلمي أني أزور ريال مدريد وأزور فريق نادي النصر السعودي، وتحياتي لكريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور.